اهلا بكم في حلقه جديده مع تكنو هاب. حلقتنا النهارده في موضوع السكاننج اند انيميريشن، ازاي تقدر تتعرف على البيئه اللي بتعمل عليها اختبار اختراق بنتريشن تستنج. في حلقتنا النهارده هيكون معانا روم من تراي هاك مي. الروم اسمها بروب، واسم الروم بيعبر عن اللي بنعمله، واحنا بنعمل سكاننج وانيميريشن للبيئه او النتورك اللي بنعمل لها اختبار اختراق. في عمليه السكاننج بنبعت اشارات او بروبس من الجهاز بتاعنا للجهاز اللي بنعمل له سكاننج عشان نقدر نحدد خواص ومواصفات الجهاز وكمان مواصفات الخدمات المتاحه عليه. في الروم دي تراي هاك مي هتاخدنا في رحله فيها هنتعامل مع مجموعه مختلفه من انواع السكاننج عشان نعرف نجمع معلومات عن السيستم اللي بنعمل له اختبار اختراق. يلا بينا عشان نبتدي نجرب مع بروبس مهارات وادوات السكاننج اند انيميريشن. طيب احنا هنبتدي مع بعض الروم بتاعت بروبس. خلينا الاول نجوين الروم، والمفروض عايزين نستارت الماشين ونبتدي نقرا. المفروض انها في ام ماشين، وهنمشي معاها ستيب باي ستيب في عمليه السكاننج. هنسكان ونعرف معلومات عن الماشين. خلينا نستنى بس الماشين تقوم. بيسالنا في الاول على الفيرجن اوف اباتشي سيرفر، وبيسالنا على البورت اللي مشغل اف تي بي، والفولي كواليفايد دومين نيم للويب سايت اللي هوستد، ودي سيلف سايند سيرتيفيكت. يعني كده في دومين بيستخدم سيلف سايند سيرتيفيكت، يعني بنتكلم حاجه اتش بي اس. ماشي. وبعد كده ايميل ادرس اللي اسوشيتد مع الاس اس ال سيرتيفيكت، نفس السؤال اللي فات. والبي اتش بي اكستنشن بيلت على السيرفر، غالبا نفس السيرفر. والاف تي بي في بانر، جميل جدا. طيب خلينا نبتدي، بس يبتدي هو يستارت. على بال ما يبتدي ممكن نبتدي نجهز الانفايرمنت بتاعتنا. عندي هنا كده ونسمي دي دوكيومنتيشن مثلا. اديني الاي بي ادرس، وممكن نبتدي بينج عليها، نتأكد ان الماشين قامت. الماشين قامت، اوكي جميل جدا. خلينا بس سكان ونديله الاي بي ادرس ونشوف هتطلع ايه. طلع 22.80، وطلع بورتات كتيرة قوي. طيب احنا ممكن دي مش عايزينها في حاجة دلوقتي، ممكن نسمي دي الماب عشان احنا هنعمل الماب ماينس اس في. هو بيسأل على فيرجن، هنبتدي باس في وماينس بي، او نحط الاي بي ادرس الاول وبعد كده ماينس بي عشان ناخد بقى كل الحاجات. 22.80 و443 و1338. نحط راس بصمة هنا. الواحدة طب عندنا ايه كمان؟ وطلع كل حاجة خلاص اهو، وطلع معلومات عنها في حاجات لطيفة جدا. طيب عندنا 1443 و18 3. ماشي. 1443 و18 8 8 3، وبعد كده عندنا 8000 و9007. ده كده كل حاجة. I think so. 1 2 3 4 5 6 7 8 services. 1 2 3 4 5 6 7 8 services. طيب وممكن في السكة واضح ان في كذا واحدة عليها اتش بي، فهنعمل حاجة انيميريشن بسيطة قوي عشان هتنفعنا واحنا شغالين. تعالى نعمل نكتب للبورت 80. ودرب على 80 برضو.
سوري انا اسف. طيب إما تطلع حاجة إما تطلع معلومات اهو. جميل. 80 هو كان بيسأل على اباتشي سيرفر في واحدة، انا فاكر كان بيسأل على اباتشي سيرفر في واحدة، اول واحدة الفيرجن في اباتشي سيرفر. طيب اباتشي سيرفر المفروض انا عايز دي كده كلها هاخدها جوه الدوكيومنتيشن عندي عشان هتنفعنا في حاجات. كوبي سيلكشن قريب. طيب اباتشي سيرفر عندك 2.4.4.1، 2.4.4.1 ده اول سؤال وابتدينا. جميل. البورتر عليه اف تي بي سيرفيس. طيب اف تي بي اهو 1.3.3.8، وكان هو سأل سؤال كده على الاف تي بي سيرفيس. طيب احنا عايزين بقى نجيب تفاصيل اكتر هنا، فممكن نيجي في نين ماب، وبدل ما كنا شغالين على اس في نبتدي اس سي ممكن، بس ممكن بقى نقلل البورتات. يعني انا مش عايز 1.3.3.8 ده خلاص، انا عايز حاجه 4.4.3. اوكي الباقيين دول ايه؟ ده اهو ده تي ال اس وده تي ال اس، دول بس التي ال اس 4.4.3 وواحد 4.4.3. يبقى احنا ممكن نشيل الباقيين، نشوف مين فيهم بقى اللي فيه السيرتيفيكت سيلف ساين سيرتيفيكت اللي هنتكلم عليها. وفي السكه كان في اف تي بي على الاي بي ادرس بتاعنا، كام فين اي بي ادرس الماشين اهو، ممكن نيجي برضه نحط معانا. ماشي اوكي 1.3.3.8. وغالبا نجرب انونيمس كده. لوجن انكوريكت، انا هكتب حاجه غلط. احنا عايزين البانر ده، مش عايزين اكتر من بانر، هو كان عايز الفلاج اللي في البانر. مش عارف هو عايز حاجه تانية في الاف تي بي ولا لا، بس احنا ممكن نعمل حاجه حلوه. احنا ممكن احنا مش عارفين يوزر نيمز لسه، خلينا دلوقتي نشوف. طيب نشوف الاسئله بتاعت الاس اس اتش، يمكن نقفلها دلوقتي عشان الزحمه. الماب اهو تعالى 4.4.3 كومان نيم كذا و فوربيدن، عايزين برضه نسكان الماشينز دي. غالبا ده الفولي كواليفايد دومين نيم اللي هو بيسأل عليه. جميل. والايميل ادرس اسوشيتد مع السيرتيفيكت دي بقى، عندنا ايميل ادرس في حته هنا. طيب تعالى نجرب دي انهي انهي واحده دي 1.4.4.3. نخش ندبس في الاسكان بتاعها. لا عندنا اسئله، احنا كده تقريبا خلصنا اول مرحله. لا عايزين البيلت نمبر بتاع الاف تي اتش البي اتش بي سيرفر. طيب احنا كده لحد دلوقتي عايزين نجرب كل الحاجات اللي فيها اتش بي، ونبتدي نعملها سكاننج ونبتدي نبراوزها. فتعال نبراوز البورت 80 بتاعنا الاول، شوف كده هتطلع لنا ايه.
فورميدل. اوكي طيب. ولحد دلوقتي الاسكان ما طلعش حاجة مفيدة تقريبا. ده طلع اهوها، وريني الريسبونس بتاع ده فين. مش جايب حاجة لسه ليه كده؟ احنا عملنا سكان ايه؟ عملنا سكان ماينس ايه و ماينس اس سي وماينس اس في. يجيب معلومات اكتر من كده ليه؟ ما جابش بقية المعلومات بتاعة السيرتيفيكت لحد دلوقتي. عايزين نغير السكان، عندنا سكان تايب. طيب خلينا نجرب نبراوز الصفحة دي اتش بي اس على 1443. ونشوف نفتحها هنبص عليها، بس عايزين برضو نبص على السيرتيفيكت بتاعتها. المفروض في الديتيلز جنرال، ما هيش في دي. طيب احنا ممكن نجرب حاجة تانية، تعال نجرب الأربعة أربعة تلاتة بس. ممكن نجرب برضه هنا قبل ما يخلص. وبدن توريه سيرتيفيكت كده. تستر مش معلومات عن السيرتيفيكت هنا. مفيش معلومات عن السيرتيفيكت هنا برضو. نايس. إلا لو أنا بدور في واحدة غلط. لا خلينا نكمل الانيميريشن بتاعنا. احنا كلمنا 80، عايزين 4 4 3. وعايزين كمان البورت اللي بعد كده كام؟ 443 وواحد 443. كل دي بوتس عليها ويب سيرفيسز، وعايزين نشوف كل دول. ده اتش بي اس برضو، وخلينا ناخد الكوبي بقى.
اخبار الاسكان ايه الماب، مفيش اي حاجه مفيده. بس في لا ما فيهاش حاجة. اوكي طيب دي انهي واحدة فيهم دي؟ كده 4 4 3. جرب نخلص أول سيرتيفيكت. نشوف فايرفوكس هتوعي لنا ايه. ادفانسد فيو سيرتيفيكت كده. طب جميل جدا اهو. ماشي عارف كنا نطلع ده المفروض نلاقيه، بس مش عارف ما طلعش معايا في كروم. ما علينا. اوكي فايرفوكس طلعه. كنا عايزين الايميل ادرس. طيب البي اتش بي بيلت، انا كنت شايف معلومه عن بي اتش بي هنا واحنا شغالين في الان ماب. في 7.4 3 4. بس مش هو ده، لأ مش مظبوطة دي، مش هتمشي معانا. طيب تعالى نشوف. المفروض 1 4 4 3 دي فيها بي اتش بي، وكان عندي دي فيها بي اتش بي الهوم بيج. احنا فتحنا اصل الماشين اساسا. دي فوربيدن ودي فوربيدن. متحول. شكرا. حلو جدا ماشي. طيب احنا عايزين بي اتش بي بيلت هنا اكس اهو، عايز اكستنشن بيلت. شو هذا اكستنشن؟ مش بي اتش بي سيلف. اوكي جميل كده خلصناش لسه. ماشي software is used to manage the database on the server. طيب
احنا هنتكلم على ده. طيب عندنا ايه؟ وريني كده ساخن موبلايزر. مفيش داتابيز هنا اساسا، يبقى مش السيرفر ده. طب ناخدهم واحد واحد. ده بي اتش بي ولاي بي اتش بي اوبونتو. مفيش حاجة هنا لسه. لسه عندنا بورتات تانية، لسه عندنا بورتات تانية. في ايه تاني؟ احنا خلصنا ده. دول في عندي 8000 و 9007 وده اتش بي. يبقى الاي بي ادرس بتاعنا ده تمن تلاف. ما فتحش حاجة بس وريني هنا كده. طيب 9007 بيد ريكوست. It's supposed to be HPS. دي HPS. طيب اوكي. يعني كده advanced. ماشي. جاب حاجة اهي. اعتقد دي اللي بيتكلم فيها على الداتابيز. طيب انا عندي وورد بريس هنا، يبقى عايز اجرب على وورد بريس نشوف هيطلع لنا ايه. وعندي ويب سيرفر اباتشي لوج داتابيز ماي سيكول. بس كده مش كويس. هقول لك حاجه، احنا عايزين نسكن البورت ده. المشي البورت ده مهم جدا. احنا مش عارفين هنلاقي الاجابات فين، مش عارفين هنلاقي فين الـ vulnerability في السيستم، فلازم تجرب كل حاجة. نحط حاجة مثلا. لا شغال. طيب ده شغال. وده كان في وورد بريس صح؟ احنا ممكن نجرب مع دبليو بي اس كان كمان. URL بتاعنا المفروض ان هو ده، وعايزين ينوم يوزر وعايزين ممكن vulnerable themes و vulnerable plugins كده ونشوف. عايز يطلع لي error في السيرتيفيكت غالبا. سوري. جميل. طلع لي ايرور في السيرتيفيكت. طيب دبليو بي اس كان وفي ديسيبل تي ال اس تشيك. هيبتدي يشتغل اهو. خلاص دور بيطلع حاجة في بي اتش بي ادمن. انا شفتها ممكن نبص عليها. لا لسه ما طلعهاش. انا يا اي حد طلع اي حاجة مفيدة. ده خلص. جميل جدا. طيب ده بتاع بورت 443 ما لقاش صفحات خالص. ممكن نقفل دي بقى مش عايزينها. 443 الويب سايت يعني لسه شغال. نكتب ده طلع حاجات اهو.
دي بتاع بورت 80. ممكن نجيب تابع هنا جنبها. فوربيدن برضه. اوكي ماشي. دبليو بي اس كان خلص اهو. اعتقد هنلاقي حاجة عن دبليو بي اس. فتعالى كده نبص. ما فيش حاجة دبليو بي اس. بس قال لك وات ذا فلاج فاليو اسوشيتد ويز ذا بيج. بص البورت 8000، في حاجة بورت 8000. طيب ماشي ده 8000 برضو. دي مفيش حاجة مفيدة خلاص. دي احنا جبنا المنوات اللي فيها ممكن نقفلها عشان زحمة. ان ماب ما اعتقدش ان فيها حاجة مفيدة دلوقتي. ده ماشي. هو شغال بس مش هطلع منه حاجة. ده 84 لسه بيدور. جافا سكريبت تطلع في البيدن برضو. طيب 1 4 3 طلع بيدجز. في بيدج اهي. لا دي اللي هي دي. اوكي طيب في عندنا هي ايه؟ وورد بريس. دي وورد بريس برضو. بي اتش بي وورد بريس ماي سيكول. طب انت عارف مش جايبة حاجة. طب جرب كده روبوتس. نوت فاوند. لسه مفيش حاجة جت. احنا بندور على اجابة ايه. طب نشوف دي داتابيز مانجمنت. هي مش ماي سيكول كده. مش ماي سيكول. طيب واتس ذا كونتنت مانجمنت سيستم. ده هيبقى دبليو بريس وورد بريس غالبا. وورد بريس فعلا. والفيرجن بتاع الوورد بريس ده هيبقى مش كان وورد بريس. وريني كده دبليو اس كان. وردبريس فيرجن 6.22. 6.22. ايه ده؟ ماشي اوكي.
26 اهو، انا فاضل لي فيها داتابيس بس. دوري داتابيس اه بس في حاجه تانية during vulnerability scanner OS VBS detects a file that may be used to identify the blogging site software. What is the name of this file? ماشي. What is the name of software that's being used for standard HTTP؟ ده اباتشي. الستاندرد هيبقى اباتشي كام بقى؟ اباتشي بس وخلاص. لا ما عجبتوش طبعا. ده بي اتش بي. طيب تعال نبص هنا كده. اتش اتش بي سيرفر يعني، ولا عايز يقول ان هو تو؟ لو كان بوينت كان هيبان، مش اباتشي تو. طيب دي المفروض هتطلع ايه بقى؟ خلينا كده ندور تاني في اللي باين عندنا هنا. تقول اباتشي 2.4. لا انا عندي حاجه غلط. هو عايز مش الديفولت، هو عايز على الديفولت دي اتش بي بورت، عايز على بورت 80. اللي على بورت 80، بورت 80 عليه لايت اتش تي بي دي. ركز شويه. اوكي جميل. عايز الفلاج بتاع بورت 8000 ده، وعايز البرنابيلتي سكانر، وعايزين حاجة كمان. What is the username of the admin؟ اه طب انت كده ال words ال WordPress جملة. اوكي قلنا كده 2 او 3، فاضل ال database management system الموجود او software database. ده طلع كونتاكتس. كونتاكتس ده فيه ايه؟ اول فلاج اهو. ماشي يبقى انا كده مش عايز حاجه من 8000 غالبا، بس خليها شغال. اوكي فاضل برضو تاني الداتابيز، وفاضل الفورنابيلتي دي جت في حاجة بتاعت نكتو. طيب الداتابيز ده غالبا ممكن تيجي بديرب ولا حاجة. خلينا نشوف. فيرجن اباتشي هي برضه موجودة. بطلع حاجة سيرفر تاني ثاني. لأ لسه بي اتش بي ماي ادمن. دي في اني بورت دي؟ دي على بورت 1443، اللي هي المفروض انها هنا. اوكي
جميل جدا. طيب ده غالبا اللي هيبقى، ايوه ده اللي هيمانج الداتابيز. اوكي يبقى ده كده إجابة السؤال ده. Thank you. يفضل لنا بقى ال vulnerability دي. During vulnerability scanning detect. طيب vulnerability scanning بقى، أنا أوقف بقى أي حاجة درب خلاص، إحنا مش هنجيب حاجة بدرب. هو الراجل بيتكلم vulnerability scanning. ونبتدي نشوف بقى ايه الفايل اللي هو ممكن يتكته، اللي ممكن يكون بيليك داتا. ده لسه مطلعش حاجة. Does not match certificate name. ماشي احنا اسفين. بيتش اتاك جروب اللينك هيدر فاوند. مش عايزين دبليو بي اس كان كمان، ولا ممكن يكون هنا. واحنا مستنيين ال vulnerability scanning ده، لسه مطلعش حاجة، هتاخد شوية وقت، لسه مفيش حاجة هنا. it seems مفيش حاجة في ده لحد دلوقتي. طيب هو احنا كده غالبا يعني هنعمل بوز لحد ما نكتو يخلص الاسكان بتاعه، هياخد شوية وقت، ناخد بقى وقت براحته، ولما يخلص الريزلت بتاع الاسكان ممكن نبقى نرجع له نشوف طلع ايه. ده طلع حاجة ثانية واحدة. بي اتش بي ادمن. مش ده هو؟ لا، بي اتش بي ماي ادمن. مش بس لسه ما طلعش حاجة. دبليو بي اس مش عايزينه في حاجة، خلاص ممكن نقفله. وضمنا ده لسه ما طلعش. اوكي خلاص، احنا هنعمل بوز كده ونرجع بقى بعد ما يخلص السكاننج او يطلع الريكورد. لما يلاقي الريكورد هنرجع تاني. اوكي بعد فترة طويلة قوي لقينا الايرور اللي طالع ده. ده وورد بلينك لينكس او بي ال دوت بي اتش بي. This WordPress script reveals the installation version، وقايل بعد كده على license التكست. فتعالى ناخد license التكست ده كده. found may identify site software، ولو حطينا ده كده المفروض غالبا بعد WordPress. يعني اهو كده جاي بقى معلومات كتيرة جدا عن السوفت وير، والمفروض ان ده الفايل اللي احنا بندور عليه. لو احنا حطينا هنا، نشيل بس السلاش. اوكي وي ار دون. يمكن من الحاجات المهمه جدا اللي احنا ناخد بالنا منها ان احنا نجرب كل حاجه. كان عندنا هنا مجموعه كبيره جدا من السيرفرز اللي عليها اتش بي، جربناها كلها.
ومشينا مع كل خطوة فيهم. من الحاجات المهمة ان احنا نصبر على السكان او على الانيميريشن تولز بتاعتنا. القصة خدت وقت طويل جدا على ما خلص هو الانيميريشن، ولكن كان مهم جدا ان احنا نصبر عليه لحد ما يخلص، لانه في الاخر جاب الريزلت. اتمنى انها تكون كانت روم مفيدة بالنسبة لكم. اعتقد ان كان فيها شوية نوليدج وسكيلز جديدة، وكان فيها خبرات كويسة جدا بالنسبة لنا. اشوفكم مرة تانية مع رومز جديدة، ومع تحديات، ومع سكيلز جديدة من سايتس مختلفة للسايبر سيكيورتي والسي تي افس مع تكنو هاب.